مرحبا بكم في فيديو توضيحي لقراءة استبيان منصة نساهم بالدارجة للناس اللي عندهم احتياجات خاصة. اختار الجواب أو الأجوبة اللي كتشوفهم مناسب ليك. المعيشة والحفاظ على التراث. سؤال واحد: من بين هاد المقترحات شنو ممكن نعملو باش المواطن يشارك في التنمية ديال جهته؟ خاص يتزاد في التواصل بخصوص المشاكل ديال الجهة وشنو كيدار باش تحل. خاص المواطنين والشباب يتمكنوا من المشاركة بشكل أحسن في تسيير الجهة. خاص يتزاد العدد الاستشارات مع المواطنين اللي كتنظم حول المشاريع اللي غادي تنفذ في الجهة. خاص يتزاد دعم المشاريع ديال المواطنين والشباب واللي هي في صالح الجهة. هاد الاقتراحات كلها ما كتوافقش مع واقع جهتي. جوج: من بين هاد الاقتراحات شنو واجب الدار واللي كتشوف انه اولويه باش تحسن ظروف المعيشيه لجميع السكان ديال المنطقه؟ خاص يتزاد العمل ويتزادوا الحلول باش الناس اللي في وضعيه هشاشه وما فحالهمش يقدروا يحصلوا على السكن اللائق والمناسب. خاص تسريع التنميه الرقميه، يعني اللي عندها علاقه بالخدمات عبر الانترنت باش يسهل الوصول للتعليم والمدارس وللصحه. خاص العمل من أجل استجابة للحاجيات الخاصة للبنيات أنسة والناس اللي عندهم إعاقة في المرافق العمومية بحال في المركوب وفي المراحيض في المدارس. خاص التشجيع على المقاولات والمشاريع اللي كتخلق فرص للخدمة المزيانة في الجهة. خاص توفير وسائل النقل ونيسروا الوصول لها. هاد الاقتراحات كلها ما كتوافقش مع واقع جهتي. 3. شنو هي المسائل الضرورية واللازمة باش يمكن للجميع الوصول للخدمات العامة بحال الصحة والتعليم والإدارات؟ نزيدو نطورو من المزيد من المشاريع اللي كتعلق بالمرافق العمومية بحال المدارس والسبيطارات والملاعب والمراكز الثقافية. نخطو وننسقو بشكل أفضل المشاريع اللي كتعلق بالمرافق العمومية في الجهة. نجمعو بعض المرافق العمومية باش يستعملوها بزاف الجماعات، مثلا نبنيو سبيطار واحد اللي يقدر يستافدو منه بزاف الجماعات اللي يكونوا متجاورين. نزيدو نطورو من الخدمات الرقمية اللي عندها علاقة بالانترنت ونعملوها على تيسير الوصول ليها. نخليو الناس اللي عندهم كفاءة وخبرة يبغيو يجيو يخدموا في الجهة ونحفزوهم يطوروا لنا الخدمات العمومية. هاد الاقتراحات كلها ما كتوافقش مع واقع جهتي. 4. في جهتكم كاين تراث ثقافي غني، من بين هاد الاقتراحات شنو اللي كيناسب الواقع ديال جهتك؟ التراث الثقافي ديال جهتي معروف ومعترف به شوية. جمعيات اللي في الجهة كتشارك بشكل كبير في الحفاظ على التراث وكتعطيه قيمة كبيرة. إعطاء القيمة الكبيرة للتراث خلى السياحة تتنمى نسبياً وصورة المغرب تتحسن في العالم. تراث ثقافي مكن نسبياً من خلق فرص للعمل والخدمة ووفر مدخول إضافي للجهة. الشباب تزاد الوعي ديالو نسبياً بمسألة الحفاظ على التراث الثقافي للجهة. هاد الاقتراحات كلها ما كتوافقش مع واقع جهتي. 5. شنو خاص الدار باش نحافظوا على التراث الثقافي وباش يتعطالو قيمة بشكل كبير وأفضل في جهتك؟ خاص المواطنين يشاركوا في الحفاظ على التراث ويعزوه. نزيدوا في المرافق ديال الحياة الثقافية بحال دور الشباب والثقافة والمسارح ونمكنوا السكان كاملين من الوصول لها. ندخلوا المعرفة ديال التراث الثقافي في المقررات والمناهج المدرسية. نديروا الإجراءات اللازمة ونشجعوا المبادرات الجديدة باش نحافظوا على الآثار التاريخية ونحميوها. نحميو التراث الفني والموسيقي والتاريخي باش ما يضيعش مع هادشي اللي جديد وعصري اللي كنعيشوه. هاد الاقتراحات كلها ما كتوافقش مع واقع جهتي. 6. في هاد 5 سنين الأخيرة شنو تغير ولو غير شوية في جهتك من هاد الاقتراحات؟ تحسنت إمكانية الوصول للسبيطارات والمستوصفات والخدمات الصحية الأخرى. تحسنت إمكانية الوصول للمرافق العمومية الأخرى بحال المدارس والإدارات. كل شيء ولا يقدر يوصل للتعليم بشكل أفضل. الناس اللي ما فحالهمش ولو نسبياً يقدروا يلقاو سكن يناسبهم، مساحة كافية، الأمن. زاد استعمال الرقمنة واستخدام الأنترنت باش يسهل على المواطنين يوصلوا للخدمات العمومية. هاد الاقتراحات كلها ما كتوافقش مع واقع جهتي. 7. في هاد 5 سنين الأخيرة شنو كيجيك تغير نسبياً بالنسبة ليك في جهتك؟ وليت كنتقل بسهولة أكبر في جهتي. وسائل النقل العمومي بحال الطوبيسات والكيران والتاكسيات والتران كاينين، الأتمنة مناسبة. كنستافد من الانترنت وريزو بشكل كافي وافضل في جهتي. فرص الخدمه والعمل كافيه في جهتي وكتخليني نفكر نستقر فيها ونعيش فيها في المستقبل.
كنحس أن المستوى المعيشة ديالي تأثر في هالظروف اللي كنعيشو. كاين على الأقل حاجة وحدة من الخدمات العامة بحال الضوء في الزنقة والتعليم والصحة والإدارات اللي ولات سهلا وصلوا لها أو كاينة أو أحسن من قبل. هاد الاقتراحات كلها ما كتوافقش مع واقع جهتي. نوركو على الزر التالي: الموارد الطبيعية، الماء، التربة، الغابة، الجبال، السواحل والاقتصاد المستدام. 8. في نظرك شنو في هاد الاقتراحات اللي هي مناسبة باش المواطنين يشاركوا في المحافظة على البيئة؟ نزيدوا نتواصلوا وبكل وضوح وشفافية على المشاكل البيئة وشنو تيدار بهاد الخصوص في الجهة. نشجعوا الجمعيات باش يزيدوا يهضروا على هاد المواضيع ويخدموا عليهم مع المواطنين. نشجعوا المكافآت للمواطنين اللي كيحافظوا أو كيحميوا البيئة، بحال مكافأة الناس اللي ما كيستهلكوش الماء أو الضوء بزاف، الناس اللي كيستعملوا وسيلة نقل مستدامة يعني كهربائية أو ما كتحتاجش المازوت أو ليسانس. نخدموا مع الأطفال والشباب باش نحفزوهم ونشجعوهم على المساهمة في الحفاظ على البيئة. تنظيم أيام تحسيسية باش الأطفال يوعاو بهاد المسألة ونزيدوا دروس عليها في المقررات المدرسية. نجيبوا التمويل اللازم باش نعاونوا المبادرات اللي كيقوموا بها المواطنين لحماية البيئة. هاد الاقتراحات كلها ما كتوافقش مع واقع جهتي. تسعود: في هاد 5 سنين الأخيرة شنو اللي تغير ولو غير شوية في جهتك؟ أثار التغير المناخي بحال الجفاف والفيضانات اللي ولينا كنشوفو أو الملي ولا قليل وتبدا الوقت ديال الصيف والشتاء ولات واضحة وكتوقع بزاف في المنطقة ديالي. البيئة ديال جهتي تدهورات، تلوث ديال الهواء أو الأزبال، وبدات كتأثر على جودة حياتي وحياة عائلتي. أنا شخصياً كنحرص أنني ما نأثرش على البيئة أو ننقص من هاد التأثير، وكنرد البال تصرفاتي بحال ما كنستهلكش الماء بزاف وكنفرز الأزبال قبل ما نلوحها وزيد وزيد. الناس اللي كنعرف كيشاركوا أكثر وأكثر في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية بحال الماء. كنلاحظ أن نسبة الناس اللي كيشتغلوا في التنمية المستدامة بحال اللي كيخدموا في إعادة تدوير الأزبال، يعني كيعاودوا يصنعوا بعض أنواع الأزبال، البيئة، السياحة المستدامة أو البيئية أو الأنشطة الثقافية كتزاد نسبياً. هاد الاقتراحات كلها ما كتوافقش مع واقع جهتي. 10. شنو هو اللازم اللي خاص جهتك تعمله اليوم وغدا باش تحافظ على مواردها الطبيعية بشكل أفضل؟ خاص المواطنين يوعاو في جهتي ويتحملوا المسؤولية باش يبداو يستهلكوا الماء والضوء غير بالعقل. خاص الفلاحة في جهتي تكون كتحترم البيئة باش تحافظ على الأرض، يعني الفلاح يقلل من استعمال المبيدات الحشرية ويقلل من استهلاك الماء وما إلى ذلك. خاص توضع وسائل وآليات بحال الضريبة والعقوبات باش الناس اللي كيلوتوا أو الناس اللي كيستهلكوا الماء أو الضوء بالأقياس في جهتي يتردعوا. خاص المواطنين في جهتي يتشجعوا باش ياخذوا المنتجات ديال البلاد ويسهل عليهم كيفاش يوصلوا ليها بحال الأثمنة المناسبة والوفرة. خاص تزاد المجهودات باش المواطنين في جهتي يحسوا بضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية لبلادنا بحال المحافظة على نظافة الشواطئ وحماية الغابة من العافية. هاد الاقتراحات كلها ما كتوافقش مع واقع جهتي. 11. في هاد 5 سنين الأخيرة شنو تغير ولو غير شوية في جهتك من هاد الاقتراحات؟ الحفاظ على البيئة كتزاد الأهمية ديالو باستمرار. الجمعيات والشباب كيشاركوا فعلياً في تشجيع على احترام البيئة. فرص العمل الجديدة اللي عندها علاقة وكترتبط بالبيئة وإدارة النفايات والأزبال وتدويرها كتطور. الشركات اللي كيلوتو كيقلالوا بشكل متزايد. المواطنين حاسين بشكل متزايد بالمشاكل البيئية. هاد الاقتراحات كلها ما كتوافقش مع واقع جهتي. 12. باش يكون اقتصادنا كينتج أكثر وكيحترم مواردنا الطبيعية وقادر باش يخلق ثروة وخدمة مزيانة، شنو لازم يتعمل وعنده الأولوية؟ نشجع التجار والمقاولات والشركات والخدمات الأخرى أنهم يحدوا وينقصوا من تأثيرهم على البيئة. طوروا من التدابير والإجراءات باش نشجعوا المقاولات والمواطنين أنهم يعودوا يستعملوا الأزبال والنفايات باش تكون عندها قيمة وثمن. يداروا تكوينات وتدريب للوظائف والخدمات اللي كترتبط بالبيئة. تشجيع على خلق فرص شغل في الطاقات المتجددة بحال ضخ الماء من البيار وغيره باستعمال الطاقة الشمسية وصيانة الألواح الشمسية. هاد الاقتراحات كلها ما كتوافقش مع واقع جهتي. نوركو على زر التالي باش نمروا الجزء التالي من الاستبيان.
إلا بغينا نغيرو شي حاجة من الجزء الأول من الاستبيان نوركو على السابق. دقيقة أخرى من فضلك باش نفهمو رأيك بشكل أفضل. أنا مواطن مغربي مقيم بالخارج، مواطن مغربي مقيم بالمغرب، أجنبي مقيم في المغرب، مشاركتي كتهم جهة؟ نختار الجهة، نبركو عليها باش تعطينا قائمة الجهات المغربية ونختاروا فيها الجهة اللي كنشاركوا على ودها. المنطقة، منطقة قروية، منطقة حضرية. عمري تحت 18 سنة، ما بين 18 و 25 سنة، ما بين 26 و 35 سنة، ما بين 36 و 50 سنة، 50 سنة وما فوق. أنا امرأة، رجل، المستوى الدراسي بدون شهادة، مستوى ابتدائي، مستوى إعدادي ثانوي، التعليم العالي، بكالوريا زائد 2، بكالوريا زائد 3، بكالوريا زائد 4، بكالوريا زائد 5، دكتورة أو ما يعادلها. الوضعية الحالية، تلميذ أو تلميذة، طالب أو طالبة، عامل دائم أو مناوب، عاملة دائمة أو مناوبة، مأجور، مأجورة، القطاع الخاص، موظف القطاع العام، موظفة القطاع العام، مهنة حرة، تاجر، فلاح إلى آخره، متقاعد، متقاعدة، بدون مهنة. عنوان البريد الإلكتروني اختياري وفقا للقانون 0809، كيحق لك الوصول إلى بياناتك الشخصية وتصحيحها والاعتراض عليها. كانت هذه المعالجة موضوع إعلان إلى CNDP تحت الرقم DW 269-2023. قريت ووافقت على سياسة الخصوصية وخصوص الإشارة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، ضروري من تأشير على الموافقة على الخصوصية، ونوركو على زر إرسال باش يتم تسجيل المشاركة ديالنا في الموقع.